هذا وتواصلت استعدادات اللجنة المنظمة العليا لفعاليات احتفالية استاد جابر الدولي بإجرائها تمرينا شاملا لإخلاء الاستاد في حالة الطوارئ بمشاركة اللجان العاملة والمكونة من جهات حكومية متعددة. الزميل علي سعود كان هناك ولديه التفاصيل. مع اقتراب الوقت المحدد لافتتاح استاد جابر الدولي تزداد وتيرة الاستعدادات التي تقوم بها اللجان العاملة بالاستاد، وللتأكيد على جهوزيته لاستقبال الجماهير الغفيرة والأحداث الرياضية، أجرت اللجنة المنظمة العليا لفعالية افتتاح استاد جابر الدولي تمرينا شاملا لإخلاء الاستاد في حالة الطوارئ. هذا الشيء ما هو غريب، ولكن هذا يعمل فيه في جميع الملاعب الدولية مثل استاد جابر وملاعب أخرى، لأن إذا ما سوينا هذه الأشياء نعتبر إحنا مقصرين في عملنا في وجود المجاميع في استاد جابر، وهذه أعتقد هذه عمليات الإخلاء اللي نسويها من متطلبات الاتحادات الدولية ومتطلبات النظام ومتطلبات أي تجمع يصير في أي مكان. لازم أنت تكون عندك فرق إخلاء، فرق عاملة تعرف نظام الإخلاء، تعرف نظام المداخل والمخارج. التمرين يهدف للارتقاء بطرق التعامل مع الحوادث والطوارئ التي قد تحدث بالاستاد وكيفية إخلاء الجماهير بسهولة ويسر، كما يسعى إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية واللجان العاملة. لزام علينا أن نعلمهم أو نوريهم طريقة الدخول والخروج في استاد جابر، بحيث أنه يكونون سهل بالنسبة لهم المعلومات إلى الدخول وخروج من موقع إلى من داخل الموقع إلى الخارج ونقاط الإخلاء أو نقاط الإسعافات الأولية الموجودة، بالإضافة إلى أنهم يكونون قادرين على إرشاد الجمهور حتى لأماكن لا سمح الله مو بس الإخلاء، وحتى التعرف على أماكن الطوارئ. يعني مثلا حتى الجمهور ممكن في ناس ممكن تكون معاهم حالات ماء عياء أو شغلة من هالنوع، فيحتاج مكان يخلونه أو يوخرونه عن هذا، يعني ما يكون معالجته في موقع الكرسي. من المقرر أن يشهد افتتاح استاد جابر الدول الذي سيرعاه صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه في 18 من شهر ديسمبر الجاري فعاليات عديدة، أبرزها مباراة كرة القدم التي تجمع بين نجوم عالميين ونجوم الفرق الكويتية بحضور ما لا يقل عن 60,000 متفرج. لذلك تسعى اللجنة المنظمة العليا لفعالية افتتاح استاد جابر الدولي بإجراء تمرين عملية الإخلاء الكلي إلى تدريب وتعريف مجاميع اللجان العاملة بالواجبات الملقاة على عاتقها في حال الطوارئ. كذلك تهدف إلى ظهور هذا الحدث بالمستوى الذي يليق بأهمية الاستاد كصرح رياضي عالمي. علي السعود، تلفزيون دولة الكويت.